اكلتي يا هنا. اسماء زري ولا اخصائيه التغذيه والحميه، حديثنا حول اهميه الفواكه الموسميه وبالضبط الدلاح. صباح الخير لالا اسماء. صباح النور، اخبارك؟ الله يبارك فيك. جمعه مباركه بصحه والعافيه. الموسم تبارك الله، والصيف تبارك الله فيه ما يتشاف وفيه ما يتستهلك، وتبارك الله يعني الالوان والاشكال والمذاقات متنوعه. اسماء الزريوال، الدلاح اليوم يعني موجود بواحد الشكل اللي هو كبير وباسمنه اللي هي مناسبه وبمذاقات مختلفه، يعني مره تلقاه حلو، مره تلقاه بين وبين، مره تلقاه يعني باسل ما فيه حتى شي مذاق، ولكن كتبقى اهميته الغذائيه هي اللي كتميزه اكثر. نعم، فكتكمل الحديث على الدلاح، سنقول على أن الدلاح الآن يعني في هذا الفصل هذا كيكون من أحسن يعني من أفضل الفواكه اللي ممكن نتناولها الموسمية، واللي كتعطينا الترطيب للجسم. يعني الآن دائما ارتفاع درجة الحرارة كيكون هناك يعني الفقدان ديال الماء، ديال الأملاح المعدنية، الناس اللي كيعرقوا بزاف، أيضا الناس اللي كيخدموا في يعني في يعني في الورشات ديال العمل اللي كيكونوا مفتوحين على الشمس والحرارة، ما كيكونش يعني أحسن عندهم من الدلاح كوجبة، يعني كديسير كفاكهة يتناولوها يعني مع في الوجبات ديالهم، لأنها كتعوضهم وكتنعشهم بواحد الطريقة يعني كبيرة ومهمة. نعم طبعا الحال. كذلك هي كتكون أيضا مدرة للبول، مزيانة للنساء المرضعات. تكلمنا على انها مزينه نيت المواضيعات، لانها كت يعني كي فيها الاملاح المعدنيه، فيها الماء، فيها مضادات الاكسده، وحنا كنعرفوا ان المراه المرضع كتحتاج بكل ما هو غني بالماء، سواء كان الماء بنفسه وايضا الاغذيه اللي هي غنيه بالماء، بحال مثلا الحشوات، بحال في الفواكه الدلاح والمسائل الاخرى، خصوصا اللي عرفنا ان الدلاح الكميه الطاقيه فيه قليله، في حين ان كميه الماء كتجاوز 90%. نعم، فهذه ايضا مساله مهمه. مساله اخرى هي ان يعني لا ليكوبين اللي هي واحد مضاد اكسده اللي هو مهم بزاف، واللي الان كنوجدوه في يعني حتى في مواد الجميل، وحنا كنلقاوه ايضا في الشامبوانات وفي بزاف ديال المسائل. لا ليكوبين مضاد اكسده قوي جدا، كنلقاوه ايضا في هذا الدلاح هذا. اذا كيبقى طرق الاستهلاك ديالو هو اننا نحاولوا دائما نغسلوا ديك التلاحه، واخا علاش؟ باش كنحيدوا من على السطح ديالها المبيدات، اذا كانوا كنحيدوا ايضا الغبره ولا يعني اي حاجه من يعني من تقدر تدخل للداخل ديال الفاكهه. ايوا، وكعاد كنحاولوا نستهلكوها، لان القشره ديال الدلاح تكون غليظه، فالمبيدات ما كتدخلش يعني كامله بها الداخل ديال الدلاحه. سبحان الله، وهذه حكمه يعني ربانيه. اسماء، يعني الدلاحه بديك الجلفه ديالها الغليظه كانها حمايه للداخل ديالها، وتعطيك ثقه اكثر واكبر بانها ميزه غذائيه يعني بامتياز. بطبيعة الحال كذلك كيكون عندنا المسألة ديال أن الدلاح لازم نستهلكو طري، يعني ولا خليناه مثلا قسمنا الدلاحة ولا قطعناها، خصوصا نقسمو الدلاحة نغطيوها بواحد العازل، يعني بداك البابي سيلفان زي هذا، باش كنمنعو عملية الأكسدة، لأن الأكسدة ديال الدلاح يعني كيفما قلتي القشرة كتكون غليظة، فهذيك القشرة فهذه حكمة ربانية. كتلقاي إن ملي كيكون الدلاح كيبقى في الهواء الطلق كيكون هناك مجموعة من التفاعلات اللي كتحول المواد اللي هي مزيانة فيه واللي هو صحي لمواد أخرى اللي هي ضارة للجسم. دائما ناكلو هو طري، ما نخليهوش بزاف هو في الثلاجة مقطع، يلاه للطون باش يبرد. فبهذه الطريقة هذه كنكونو استهلكنا فاكهة اللي هي جيدة، وما ننساوش أيضا هناك فواكه أخرى. بما أننا في ختام يعني الحديث على الفواكه الموسمية، نهضر يعني نشيرو للهندية ولا الزعبول ولا المنطقة شنو كتسميه، فهو فاكهة كتستحق أننا نتناولها يعني واخا حتى يوميا
باش نستغلوا الفوائد ديالها، لانها من الفواكه القلالين اللي كيتميزوا بانهم طبيعيين ناتشورال ولا حتى بيولوجيين احيانا، واللي يعني كيتميزوا بانهم واحد الماده اللي هي منتوج محلي. لازم اننا هو نشجعوا ونستخدموا من الفوائد العديده اللي فيه، يعني كغنى بالالياف ومضادات ايضا الاكسده وفيتامينات وغيرها، واللي اهم من هذا هو خلوه من المبيدات الحشريه ومن جميع انواع المبيدات. وهذا المشكل هو اللي كنلقاه في الفواكه الموسميه، فما كنلقاوش ماده بحال الزعبول. نعم، شكرا لك اسماء زريول على كل هذه المعلومات حول الفواكه الموسميه واهميتها الغذائيه. ان شاء الله نتلاقاك فرص لاحقه باذن الله. جمعه مباركه، بالتوفيق، بالنجاح، بالصحه، بكل ما تمنيتي اسماء زريول.